قصقص ورق. سنة 2001 بعد المسرحية الكوميك تبعيت الرفاق بدولة الشيطان الأكبر سابقا وتفجيرات نيويورك، صار المتحضر من أصول لبنانية وعربية يتعرض لمضايقات أبتنوصفش. كانوا الناشطين سياسيا ينالوا أكبر قدر من المضايقات هيدي. البعض منهم استسلم وما قدر يكفي بسبب هالضغوطات، البعض مات قهر على غزو العراق، البعض كوع وصار مخبر لكن ضلوا محسوب على الصف الوطني لأنه بينشر صور إله مع قيادات سياسية فلسطينية ولبنانية. البعض منهم مرض وما قدر يتعالج، والبعض مرض وتعالج، والبعض منهم فقد شغله، والبعض منهم صاروا الناس يهربوا منه بس يشوفوه بالشارع لأنهم بخافوا حدا وطني يكتب فيهم تقرير للأف بي آي إنهم حكيوا مع هالشخص. قلال كتير كانوا تيوس وصمدوا وقالوا موجي وبتمرق، وبالفعل مرقت، لكن كانوا هن الوحيدين الخسرانين لأنهم ما بيعرفوا يتاجروا بالدم وبالأوطان. هودي كانوا الناس يقولوا عنهم هودي شيوعية كفار، كان اسمهم مجموعة أولاد البلد أصدقاء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية جمول. كان إلي الشرف إن يكون واحد منهم. تاني ورقة. ببداية سنة 2014 شفي جسمي تماما من المرض، وكنت بلشت شارف على الانتهاء من الأدوية وعيش حياة صحية طبيعية. تذكرت ببداية 2014 إني عشقان، وإنه العشقان لازم يكون مع معشوقه. كرمال هيك قطعت 7 بحور تروح لعند روح الروح، وفوقهم قطعت فوق اجساد وعيون العدو الاوحد. 15 ايار بنفس السنة خطر عبالي حول ذكرى خسارة فلسطين وتشريد اهلها لمناسبة للفرح، مكايب بالمحتفلين تأسيس هالدولة العابرة هيدي. وهيك صار، كانت معشوقتي بفستانها الأبيض أحلى من أمي وأحلى من الحزب وأحلى من الرفاق. كان صوت سيلفيا على التليفون يوم 15 ايار وانا بهيديك الارض عم بتقلي فرحانين لفرحك، هو اجمل صوت سمعته بحياتي. دموع خيي سليم على التليفون وانا بهيديك الارض خلتني اعرف انه الدفى بيوصال ولو على بعد مليون ميل. ليش انكسرت مراية هيديك البلاد بأيلول؟ ليش يا البلد كسرت مرايتك؟ 40 يوم بقيت عم استفرغ دم كرمال لاقي جواب على سؤال ليش؟ ليش يا هيك الحضن كسرت مرايتك؟ بس تركت هيديك البلاد
عرفت اني رجعت أصب اللوكيميا مرة جديدة، رجعت خوض نفس المعركة، لكن صار في برد. أنا بردان يا البلاد، تالت ورقة، تخت أبيض، شرشف أزرق، ومعدات طبية طوال الوقت عم بتزمر لدرجة بتخليك تحس إنك لازم تنتحر تيختفي صوت البيب بيب 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 بيب. جرعات من الأدوية تنزل على معدتك وبتصير تحس إنك أكلت جثة ميت متعفن. شيلوا هالميت المتعفن من قلب جسمي. بتنطر وبتنطر وبتنطر البلاد تتشيل هالوجع منك بلمسة إيد عراسك، لكن البلاد نايمة. ووقت إجت البلاد تتخفف وجعك، كان صار الوجع ناخر العظام. لا تصدقوا انه كل هالشهداء اللي تركونا وفلوا كانوا شهداء كرمال بلاد عادلة. ما عاد تسموهم شهداء، هودي قتلى كذبة كبيرة صدقناها، لانه اصحاب البلاد وقت اللي كانوا هالشهداء عم بيموتوا كانوا عم يناموا مع الوسخ مرايتهم. لكن مش قادر غير اني اعشق هالبلاد واعشق المراية المكسورة لاخر يوم بعمري. رابع ورقة، قلتلها يا صبي انت زعلاني، رغم هيك انت تاني مرة بشوفها بهيدا الجمال. قالتلي مين الاولانية؟ قلتلها انت وقت بتكوني فرحانة. وليام نصار، 4 كانون أول 2014.